السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. نتوما كتشوفوا هذا الفيديو اليوم، نهار جديد وفيديو جديد. اليوم غادي ندير لكم واحد الفيديو بالزربه. غادي بغيت غير نشارك معكم هذا الفصاله اللي ساهله، والناس اللي كيسولوني بزاف على التركيز، الطريقه باش كيتفصل التركيز. انا بحال قلتو هذا الفيديو درتو باش نبازي على التركيز. هذا بحال الشكل ديال القنيطره ديال الدار، سامبل سامبل الثوب كما كتشوفوا ديال البرودري، فيه زواقه لتحت وزواقه الفوق، تشنا في الفوق وتشنا في التحت. قطعت فيه متر ونص في العرض، انا حيدت 80 في 80 متر و60، وفيت 6 سنتيم ديال الخياطه، يعني غيشط لي الجلار كله في 40 في 40. الا درت بحال هكا نلقى 40 سنتيم، بحال هكا غادي نلقى 40 سنتيم، هكذا هانتوما 40 سنتيم. انا درت 42 سنتيم على حساب الخياطه ونقص، وراكم عارفين. دابا شنو غادي ندير؟ غادي نطويها على جوج ونعاود نطوي على اربعه. السيده عندها متر و34 في الطول، انا هذا فيه متر و40، نسيت قلت لكم متر و50 فيه متر و40. صافي دابا شنو غادي ندير؟ غادي ندير لي بحال هكا، نطوي على اربعه، غادي نحاول نسربي ونشرح لكم مزيان. كنتمنى الناس اللي كيقولوا لي بغينا نتعرفوا على التركيز اكثر، اليوم غادي ندير لكم هذا الفيديو على حساب التركيز، لان موديل سهل اي واحد غادي يديرو، ولكن قلت من الاحسن غادي نديرو على ود التركيز. كان ناخذ العبار ديال الكتف ديالنا، عندنا 19، عندنا 38 قسمنا عطاتنا 19، 19 هي هذه 19، كنزيدو ليها 5 كنهبطو ب 24 سنتيم باش نلقاو الصدر ديالنا. الصدر ديالنا كاين هنا 24 سنتيم، هي هذه الصدر ديال السيده فيه 28 في الربع اللي هو هذا 28، كنهبط هنا ب 15 سنتيم اللي هي هذه، وكنشوف واش كاينه 19 هنا، 19 نيشانه البنات هي هذه. كناخذ 60 سنتيم، غنعبر من فوق الكتف من هنا، لان مازال ما طيحت الكتف، بحال عبرت من بحال خديت العبر من دوره العنق. 60 هي هذه، كندير هنايا 30 سنتيم في الربع، هو هذا الحزام دائما كيكون داخل على الصدر. غندير 27 هنايا على بعد 40 سنتيم من الهبطه ديال الفوق ديال هذا 40، وكندير غندير 27 اللي هي هذه. دابا شنو البنات كندير؟ غادي نطراسي من لي هونش، من لي هونش حتى للحزام، ومن الحزام حتى للصدر ياكو، وغادي نطراسي بطريقه دائريه حتى لهاد نديري بالكم حتى لهاد 15. هنا دابا اللي عبرنا فيه 19 غنديرو غير 18، غندخلو بسنتيم البنات، غندخل هنايا بسنتيم، غير 19 غندخل خصني نخرج هنا. انتما غنجيب طريقه اللي ما يقدرش يدير البيروكي، غنمشي بطريقه دائريه بحال هكا. خرج دابا هنا، وغادي نخرج في الكتاف نيشان، عاده كنزيد في الخياطه، عاده كنزيد سنتيم اللي هو هذا، كنمشي ديك الساعه على ديك هذا، على ديك السنتيم اللي هي سميتو، كنجيب هاد الطريقه. واخا هذا الطباشير غادي يوسخ ليا الثوب، هنا كنطيح الكتاف بثلاثه سنتيم، راه درتهم ولكن غنلقى ثلاثه، هي هادي. هنا دوره العنق 8 سنتيم اللي هي هادي، يمكن كتبان لكم بعض المرات كنهضر تلقى راسي كامله كما كان في ديك البلاصه. غادي نطراسي من هنا لهنا، من طياح الكتاف دوره العنق، صافي هذا الشيء اللي كنديروا البنات. اش كنديروا دابا؟ غادي نهز هادي وغنطراسي لي هونش، هما كيبانوا لكم هنا، غادي نجر دابا باش يبان لكم الجلال. لي هونش هما هادو، غنطراسي باش يبانوا لكم الجلال اللي هما هادو. هاد الثوبه البنات ما يمكنش نطيحو الجناب، راكم عارفين فيه التشناب. غادي نجيو دابا، غادي هاد السنتيم اللي خليت غنخليه كلشي في الجناب بحال هكا، سنتيم اللي هو هذا غنخليه حتى لتحت، وانا كنخلي سنتيم. انا سنتيم ما طراسيتوش، ولكن راه كنخليه في المقص كنقطع. غنحاول هاد التحت ما يجيش ليا بوانتي بزاف، نخرجو غير في 40 جوست. كنجي الكتاف اللي درت هنايا اللي طيحت، كنطيحهم بحال هكا كانوا 3 سنتيم، ونخرج على دورة العنق، ونجي بطريقة دائرية كنهبط بجوج سنتيم وكندور. دابا هادي هي اللي كتبت لنا البنات، شفتوها؟
دابا غادي ندير لكم الطبطين اللي هو السجفة. دابا اللي بغى التركيز كيسولوني البنات هنا غادي نقصو واحد شوية لأنه كبير، خليت فيه أكثر من سنتيم. التركيز ديالنا إلا بغيناها سميتو كنديرو هكا بحال دابا هذا السدر فيه غير 28، خصنا نديرو 28 داكشي ما بغاتوش مولاتو ديال الدار ما بغاتوش يجي مشنق. هنا هو باش ما يبقاش خارج لينا داكشي باش دخلت هنايا بسنتيم. دابا اللي بقى ليا هو التقويره ديال العنق، التقويره ديال العنق غادي نهبط ب غادي نهبط ب بسنتيم تقريبا، عفوا غنهبط عفوا غادي نهبط ب 9 ديال السنتيم اللي هي هادي 9 سنتيم. البنات هي اللي تتبان اصغر وحده هي 9 سنتيم، كنعبروا 8 هنا و 8 هنا كندخلوا هنا 3 سنتيم. ها نتوما بحال اللي درنا دابا بحال هكا باش ما نخسرتو بالطباشير، غندير لكم بحال هكا كنديروا بحال كاري هنا وكاري هي هادي، هنا فيه 8 وهنا فيه 8. الا غادي نجيو نقورو كنجيو بحال هاد الطريقه، ها نتوما شفتوها، ولكن الا وصلنا هنا كنهبطو بسنتيم. غنحاول نقاد داك سنتيم اللي قلت لكم قطعت فيه شويه، غنقطع غير واحد نص ديال سنتيم لاتو فيه داك البروزري كيدير في المقص. دابا التقويره ديالنا هي هادي البنات، هي هادي هي هادي. شنو كيخصنا ليها؟ كيخصنا ليها طبطين او السجفه كما كيقولوا البنات. هي كاينه في سميتو ديال الصاله. شنو كندير؟ غنحاول ناخذ هذا اللي ما فيهش، هذا اللي ما فيهش سميتو اللي ما فيهش البروزي باش يجي ما يجينيش غليظ. شنو كندير؟ كندير بحال هكا كنقلب هذا اللي واسع للفوق، هذا اللي واسع تنقلبو للفوق. وعلاش انا درت لكم هذا الفيديو؟ غير على التركيز وعلى هذا الثق باش تعرفوه. كنجيب هذا الثوب ديالي كنقطع طبطين ديال سميتو او السجفه على هذا. غنحاول هاد الطبطين البنات غنحاول يشد في التركيز باش يتجمع مع الكم باش ما ندير ليه حتى شي حاجه لا لغلي لا حتى شي حاجه. غنحاول نهبط على البروزي بحال هكا على هاد الطرز وغادي نقطع حتى التركيز. كنظن كيبان لكم هاد الفيديو درتو على حساب البنات اللي تيطلبوه مني المتتبعات ديالي، تيقول لك بغاو تعرفوا كيفاش تيدار التركيز وكيفاش كيتقطع هاد الطبطين ديال سميتو ديال ناخذوه بطريقه اللي سهله. حنا غير كنكوبيو على الطبطين اللي بروغرامينو درناه في الاول. ها نتوما ملي كنقطعو دابا هنا وكنقطعو هنا كنحيدو هذا وكنجيو شويه هابطين باش ما يبقى يخرج، لان ما غنخيطوه ما حتى حاجه، غنجي هابطه لهنا وكنمشي بطريقه دائريه كما كتشوفوا هكذا تيبقى بحال هكذا. شفتوه؟ غنجيب دابا هذا ديالي اللبسه ديالي بحال هكا، الوجه هو هذا كما كتشوفوا. غنجيب الطبطين ديال سميتو ديالي او السجفه غنحطها لهنا على التقويره بحال هكا كما كتشوفوا فيا البنات. غادي نوريكم كيفاش غادي نخيطوا، لان ما غنخيطوش معكم، راكم عارفين راه ساهل ساهل ساهل، يعني وريت لكم كيفاش تصوبوا التركيز. غادي تخيطوا هنا الدائره، غادي تخيطوها كلها هكا وغديروا فيها دوك الضريبات تكرانيوها وغادي تقلبوه. وهنا غيكون مسورجي غتقلبوه لداخل وغادي ملي غيتقلب بحال هكا لداخل غادي تخيطوا ديك الخياطه ديال عفوا ديال الحاشيه هكا، وكيتشد غير هنا وكيتشد هنا وهنا وتيبقى هذا مدلي. بغيتو تخيطوه الا كان بحال هكا البروزي راه ما يبان التخيط يشد شي وريضه باش ما يبقى يخرج، هو هذاك ما بغيتو تقدروا ديروا على براشي صديفات ولا شي بابيونت ولا شي حاجه، بغيتو تخليوه راه ما كيخرج كيتشد من هنا ما يمكنش يخرج بحال هكا، فهمتوني؟ دابا اللي بقى ليا هو الكم، ندير معكم الكم ديال هذا ديالنا الكم اللي بقى لينا الثوب اللي هو هذا. هاد اللبسه عندي فيه جوج قنيطرات البنات ديال الدار، قنيطرات ديالنا اللي هما بحال هكا. غادي ناخذ العبار على اللبسه ديال مولاتها لان جابت لي اللبسه ديالها القديمه، غادي ناخذ عليها العبار. الكوبه البنات عندنا 56 في هذا الكم، في الطول ديالو 56 اللي هي هادي. ما غنديروا لا عطفه لا حتى شي حاجه لان عنده هذا الطرز هنايا هذا الشنف ما يحتاجش.
غادي نعبروا غير الطول ونزيدوا سنتيم ديال الخياطه الفوق، هي 57. غنجي لهنا غندير 57، وملي كنعبر هنا 57 كنهبط هنا ب 16 سنتيم اللي هو هذا. هاد الطريقه اللي كندير لكم دائما في القناه كيفاش تفصل لكم، راكم عارفينها. غندير لكم طريقه اخرى بالنسبه للمبتدئات، غادي تشدي هاد الكم اللي هو هذا، غادي تحطيه هنايا وغادي ديري لهاد التركيز بحال هكا، وغادي تعرفي التركيز ديالك فين كاين، كاين هنا، وغادي ديري بحال هكذا وتفصلي بالطباشير بحال كيما درت دابا. غتجي حتى لهنا غادي تدخلي بجوج سنتيم وغادي تمشي بطريقه دائريه وكتمشي انت بحال هكا، كيجيك ساهل. هنا في مولكم غنديروا فيه 20 سنتيم كيما بغات مولاتو، 20 سنتيم اللي هي هذه، وغنسطر من 20 وغنخلي سنتيم ديال الخياطه حتى عند التركيز ديالنا. وغادي نفصلوا الكم ديالنا البنات كما قلت لكم بحال هكا، هاد البرودي كيلصق مع هنا، كنجيو كندخلو بجوج سنتيم كنمشيو بطريقه دائريه. هاد اللي بقى لينا البنات غادي نديرو به لكم القندوره الاخرى، يعني حتى حاجه ما كتضيع الا عرفتو تفصلو مزيان. حتى حاجه اشنو كندير، عندي هنا بوينتي خصو يتنقص لان زق ليا فيه المقص، غندير لهذا هكذا، غنجي للتركيز ديالي غنلصق مع هذا، هذا غادي نحاول ندخلو ان هذا غيكون كبير واحد شويه، غنشبعو بهذا. هاني جاني هو هذا اللي خصني نقاد هو هنا البنات، عندي فيه واحد شويه هنا خارج وهنا خارج، لان ما درتش ليه القاعده، درت القاعده غير من عينيه بعينيه، هانتوما بحال هكا الكم كما كتشوفوا غادي يجي هو هذاك، كنظن بان لكم دابا. دوره العنق تنهزوها كما كتشوفوا هي هذه، الطريف غير طريف عادي كنهزوه كنحطوه كنطويه على جوج، كنهزو دوره العنق ديالنا كنحطو حتى كنقدو هنا مزيان، خصنا غير تخرج لنا بديك 6 سنتيم او 7، ما تفوتش ما تكونش قليله ما تجيش صغيره. كنكوبيوها حتى هي على هذه وكنجيبوها بهذه الطريقه، ولا بغينا باش جينا مقاده كنعبروا شحال عندنا هنا بحال هكا، عندنا فيه 6 كما قلت لكم، تنديروا 6 هنا وكنديروا 6 هنا وكنديروا 6 هنا، كتجي بحال هكا، وكنبقاو ديك الساعه كنقطعوا بحال هكا. ملي كنحطوها على هذه كتجي هي هذيك، وشكرا لكم وشكرا على المشاركه ديالكم في القناه ديالي، وشكرا على الاهتمام ديالكم في القناه ديالي، كنشكركم. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، وكنتمنى تفهموا التركيز وتفهموا دوره العنق، واللي ما مشترك معايا في القناه يشترك معايا وفعل الجرس باش يوصلكم الجديد، وما تنساونيش في لايك. سمحوا لي درت لكم هذا الفيديو علاش سريع باش ما يجي طويل، ويا عجبكم الفيديو دير لي شي تعليق زوين، وشكرا لكم والله يجازيكم بخير، وبارطاجيو القناه مع الاصدقاء ديالكم. الى لقاء فيديو اخر ان شاء الله. هاد البيسه ما غنخيطها معكم لان باينه ما فيها ما حتى حاجه.